معنا الدكتور محمود سعيد الشجراوي، عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. دكتور محمود، أهلا بك. دكتور محمود، طيب. السلام عليكم. دكتور محمود سعيد الشجراوي، عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، معنا عبر سكايب. أهلا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، ندخل في صلب الموضوع مباشرة، وكنت قد قدمت بجملة أسئلة، أهمها سؤال: أين العلماء المسلمين؟ أين الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين مثلا؟ أين أنتم أيها العلماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. هذه الأسئلة كلها أسئلة مشروعة، وينبغي ليس أنت فقط تتساءل، العلماء أيضا يتساءلون أين الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، وأين هي الهيئات العلمائية التي تعد بالعشرات كذلك. ولكن قبل أن نسأل أين العلماء، ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤالا أكثر أهمية، وهو: ما هو المطلوب من العلماء؟ هل مطلوب من العلماء أن يغطوا أو يسدوا المكان الذي ينبغي للحكومات والجيوش أن تسده؟ ما هو المطلوب من العلماء؟ وأنا أقول أن واجب العلماء ينبغي أن نلخصه في نقطتين هامتين. النقطة الأولى أن العالم عليه كل ما على أفراد هذه الأمة من واجبات أولا، ثم يزيد عنها واجب التبيين، واجب توضيح الحق والصدع بكلمة الحق وإصدار الفتاوى لتحريك الأمة. هذا الواجب الإضافي على العلماء، وإلا العلماء لا يفرقون بواجبهم عن سائر الأمة، فهم يتحملون المسؤولية شأنهم شأن كل أفراد الأمة الإسلامية والعربية. أما الهيئات العلمائية فهي في يعني أيضا مقيدة، ولعل بعضها أصدر بيانات وظن أن هذه البيانات كافية، أو قام بإصدار فتاوى أو مواقف وظن أن هذا الموقف هو المطلوب منه. والحقيقة أن الأمة تنتظر من الهيئات العلمائية بشكل عام ومن العلماء أيضا بشكل خاص أن يكونوا كأمثال ابن تيمية وكأمثال العز بن عبد السلام، الذين قادوا الأمة من قبل للتحرر من المغول، وكما كان الشيخ عبد الله عزام رحمة الله عليه، وكما كان الشيخ فرحان السعدي في فلسطين، وكما كان عز الدين القسام أيضا في فلسطين. النماذج كثيرة في تاريخ هذه الأمة لعلماء قادوا الأمة نحو خيرها ونحو تحررها. وأيضا في عصرنا هذا العلماء يمكنهم أن يقودوا الأمة، يمكنهم أن يحركوا الأمة، لكن إذا تفقدت العلماء في هذه الأمة ستجد أكثرهم إما طريد وإما سجين. كثير من الأنظمة العربية، دون أن نذكر أسماء، كثير من الأنظمة العربية الآن تحتجز عشرات أو مئات من العلماء الأفذاذ المؤثرين، لا لشيء إلا لأنهم يعلمون أن هذا العالم، أن هذا العالم لا يرضيه الخط الذي يسير عليه من يسمون أنفسهم أولي الأمر من هذه الأمة. ولذلك ابحث أنت عن علماء الأمة المعدودين الصادقين المخلصين العاملين، ستجدهم غالبا إما سجين وإما طريد في بلد يعني أحيانا قد يمنح الإقامة وقد لا يمنح الإقامة. يعني دعنا نضع سؤال بصيغة أخرى، يعني من يوجد الآن على المنابر ومن يوجد الآن يخاطب الأمة باسم العلم وباسم المرجعية الدينية، هم ليسوا أهل لهذه الصدقية ولهذه المكانة، يعني هؤلاء يحرفون الكلام عن موضعه. هذا التعميم أنا لا أوافقك به، وإن كان أكثر الذين يعتلون المنابر في بلاد المسلمين هذه الأيام هم من العلماء الذين رضي عنهم السلاطين، وما أسوأ العالم إذا رضي منه السلطان، وما أسوأ العالم إذا كان واقفا بباب السلطان. ولكن إذا كانت المنابر منابر الجمعة إذا كانت ممنوعة على العلماء الصادقين المخلصين، فقد فتح الله عز وجل لهم في هذه الأيام منابر لا تقل أهمية عن منابر المساجد، مع احترامنا وأنا أضع يدي على رأسي الآن لأن منبر المسجد
كان منه يقود النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، وكان منه يسير الجيوش ويبعث البعوث كذلك. لكن قد فتح الله عز وجل لعلماء الأمة الصادقين المخلصين في هذه الأيام منابر أخرى، وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكنهم فيها أن لا يوجهوا خطابهم لمئة واحد في مسجد أو لخمسمائة واحد في 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 مسجد جمعة مثلا. الآن يستطيع بعض العلماء الصادقين المخلصين إذا كان من المؤثرين أن يتعلم وسائل التأثير في وسائل التواصل الاجتماعي ويخاطب الأمة، كل الأمة، يعني يمكنه أن يخاطب العالم الآن من بيته أو من محبسه إذا كان قد يعني وجد في بلد تضيق عليه أن يدخل إلى المساجد. أنا الآن مثلا أعيش في تركيا وغير متاح لنا أن نخاطب الشعب أو نخطب الجمعة أو ندرس في المساجد، هذا حقيقة، وهم في هذا معذورون. البلد لها سياسة معينة يريدك أن تتحدث بلغة القوم ولا تتحدث باللغة العربية حتى يفهم الناس. طيب أنا دكتور بعد إذنك، أنت في كلامك منذ قليل قلت دور العلماء التبيين والفتاوي، هل تتوقع اليوم الشعوب العربية في حاجة لفتوى حتى تناصر غزة؟ هذه مسألة يعني لا يمكن الحديث فيها ولا عنها، يعني مسألة محسومة من المعلوم الدين بالضرورة كما يقول سادتنا الفقهاء. مناصرة غزة لا تحتاج لفتوى، مناصرة غزة تحتاج إلى عالم يقول الآن أنا سأذهب إلى معبر رفح. أنا لم أجد ولم أشاهد ولم أتابع أي من العلماء قال أنا سأذهب إلى معبر رفح. أنت ستجيبني ستقول لي لن تسمح لي السلطات المصرية، يا أخي اذهب بادر اذهب، قل أنا سأذهب إلى معبر رفح. تفضل دكتور. سأقول لك أين هم علماء مصر؟ علماء مصر أنا أجدهم في إسطنبول، أجدهم في الخرطوم، في السودان. نعم. طريدين أو سجناء بعشرات الآلاف في سجون النظام المصري الجائر، النظام المصري الذي الآن هو الذي يحاصر قطاع غزة منذ 17 عاما، النظام المصري الذي سلم معبر رفح للاحتلال، والاحتلال قد احتل معبر رفح ولم يحرك النظام المصري ساكنا، النظام المصري الذي دمر أنفاق غزة، وبل هو يتقاضى 5000 دولار من كل جريح من أهلنا في قطاع غزة إذا أراد أن يخرج للعلاج ليس في مصر، في أي دولة عربية أو إسلامية. لا أريد أن تنكأ لي جرح مصر، فجرح مصر أخي جرح غائر ليس في كبد العلماء فحسب، بل هو جرح غائر في كبد كل مسلم وفي كبد من يعرف الله عز وجل. دكتور فعلا أن نصرة غزة لا تحتاج إلى فتوى من العلماء، لكن الشعوب أخي لا يحركها إلا فتاوى العلماء. الشعوب لا أنا 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 دعني هنا أختلف معك دكتور بعد إذنك، دعني أختلف معك. الربيع العربي لم تحركه فتاوى الشعوب، والربيع العربي تحرك لأن كانت هناك رغبة لدى هذه الشعوب أن تتحرر وتعيش بكرامة وتنعم بالعدالة الاجتماعية وتجد لها مكان كريم في هذه الأرض، فلم تحركها الفتاوى. يعني على الأقل لا نظلم الشعوب ولا وننصفها، لم تتحرك، لم نرى في الربيع العربي أي فتوى من العلماء، بالعكس حينها كانت الدعاة وكنا نتابع كانوا في عالم آخر والشعوب في عالم آخر. أنا فقط الدكتور من باب الإنصاف، يعني من باب تفضل. أنا إذا بالعادة أنت تسأل وأنا أجيب، يعني اليوم أنا أقلب الآية وأنا أسألك، في الربيع العربي ألم يكن لعلماء الأمة دور؟ ألم يتحركوا ويكونوا بين الشعب ويقدموا كما قدم الشعب؟ لم يكن لهم أي دور، كانوا على الهامش. لا أخي أنت متحامل جدا على العلماء. لا بالعكس يا دكتور بعد إذنك، يعني بعد إذنك يا دكتور بعد إذنك، الشيوخ الأزهر الأزهريون التحقوا بثورة يناير عندما أصبح للثور أعمدة وثبتت نفسها كرقم في الشارع. من خرج في ثورة يناير ليسوا شيوخ الأزهر، ومن خرجوا في ثورة يناير في تونس أيضا ليسوا شيوخ الزيتونة، ومن خرجوا في ثورة سوريا ليسوا شيوخ سوريا، من خرج هو الشعب. لا يمكن لك كعالم أن تقوم بعملية سطو على نضال الشعوب. مع احترامي للعلماء هذا حقهم، لكن الشعوب من حقها؟ الشعوب كانت متقدمة على العلماء ومتقدمة على الأزهر وعلى الزيتونة وعلى كل هؤلاء، هذه حقيقة. لماذا نقفز عليها؟ على كل دكتور أنا فقط من باب الإنصاف سأعود لك الدكتور من باب الإنصاف، وتذكرت تركيا هي الدولة الوحيدة التي تسمح بما يعرف الآن أصبح تقليد في إسطنبول بقيام غزة تقريبا كل يوم خميس، كان هناك تجمع
في منطقة في إسطنبول وصلاة لغزة على الأقل من باب الإنصاف. تفضل دكتور. أخي أنا كل من ذكرت أنت من العلماء هم علماء السلاطين والرسميين، من من الأمة الآن ينتظر من فضيلة الإمام الذي يسمونه الإمام شيخ الأزهر أن يحرك الأمة؟ من يتوقع من وزراء الأوقاف الذين لا يستطيعون ولا يجرؤون أن يخالفوا رئيس الدولة إذا ظهر هلال رمضان ولا هلال العيد وينتظرون الأمر بإعلان رؤية الهلال من القصور؟ من قال لك أنني حين ذكرت العلماء أنا قصدت العلماء الرسميين؟ أنا لم أقصد العلماء الرسميين، لا الأزهر ولا الزيتونة ولا وزراء الأوقاف والعاملين حتى في سلك الأوقاف وفي سلك الديانة حتى في تركيا. نعم تركيا دولة احتضنت كثير من علماء الأمة، نعم، والآن تتيح للعمل لفلسطين بشكل جيد، وأنا شخصيا أتيح لي فرصة التدريس في درس الجمعة، ليس الخطبة، درس يسبق خطبة الجمعة وجمع المال لغزة، هذا تم دكتور 3 أو 4 مرات في خلال العام الماضي. دكتور لا أريد أن أقاطعك، دكتور لا أريد أن أقاطعك، ولكن على كل هذا موضوع هو جدلي بامتياز، ولكن يعني في حقائق لا يمكن القفز عليها. أشكرك وأحيي رحابة صدرك دكتور محمود سعيد الشجراوي، وهي رحابة صدر العلماء على كل عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. شكرا دكتور.